طبعا قبل ان نمر للغه الارقام سيد مدني عامر لرصد طبعا بشاعه ما يحدث بقطاع غزه، يعني فقط استقبل متبرع جاء للشروق الاخباريه من اجل التبرع بمبلغ مالي في إطار حملة التبرع من أجل غزة، لا يرغب في الظهور طبعا لكنه ساهم بمبلغ مالي. تفضل سيد، حتى وإن كان لا يرغب في الظهور بالبلاتو لكنه أتى، نطلب فقط من الزملاء عدم تصوير وجه المتبرع. طيب أشكرك جزيل الشكر رصد هذا المبلغ المالي الذي وصل اللحظة للأستوديوهات بالمبلغ. طبعا متابعي الشروق الإخبارية في هذا المبلغ الذي وصلنا، أشكرك جزيل الشكر سيدي، جزاك الله ألف خير. إذا رصدنا لأول مرة المواطن الجزائري الذي اختار أن يحط الرحال هنا بأستوديوهاتنا، طبعا بعد ما قررت الشروق الإخبارية إقامة هذا اليوم المفتوح، وفي إطار هذه الحملة هو كان يرعب في إرسالها عبر الحساب البريدي، لكنه أراد فقط التأكد لوصول هذا المبلغ فجاء، ونشكره جزيل الشكر. طبعا جزاك الله ألف خير سيدي.